كيزان ديل عارفين نفسهم مهزومين وما حيحسموا الدعم السريع ده عسكريا يوم 15 ذات يوم قيام الحرب. الناس ديل عارفين انه المعركه دي ما منتهيه لصالحهم، والناشطين اللي بيطلعوا دعم وتدمير البلد كانوا عارفين انه الحرب دي حتنتهي في صالح منه، وعارفين اللي حينتصر فيها انه لكن مكابره بس. فالناس يعني ما دايره تعيش واقعا زي بيبي ده الليله. نفس الشهرة اللي قاها هسه حاليا وسط البلابسة إذا كان دعم بس قضية أهله ما يدعم الدعم السريع. أحمد كزل أنت هسه ما دعم الدعم السريع، ما حتدعم الدعم السريع في يوم ذاته، خليك من هسه ليه قدام ما حتدعمه. هو أنت عندك جمهورك وعندك القاعدة بتاعتك وعندك الناس المؤمنين بيطرحك والبيجوا بيستمعوا لك. هو ذاته كان بإمكانه يشوط في خط زي خطك، تعال شوف أهلك ديل دارين شنو. أقيف مع أهلك، لا تقيف مع الدعم السريع، لا تقيف مع الجيش. الدعم السريع ما محتاج لك ولا الجيش محتاج لك، والجيش قد يكون يحتاج لك لأنه ذاك هو عمل استنفار قبل فترة وإنت ما جيت، لكن نحن كدعام والله ما محتاج لك. فأبيبي أنا شفت له اعتذار قبل يومين، طلع بيتكلم عن كيكل ما كيكل وكيكل ليه ما تحاسب. نحن علقنا على موضوع كيكل ده من أول يوم، من أول يوم قلنا له يا جماعة كيكل ده حيبقى للناس زي الفتنة، لا حيقدروا يحاسبوه على الجرائم اللي ارتكبها ولا حيقدروا يقولوا الزود ده زولنا ونحن داسينه، لأنه لو قالوا كده تلقائيا سقطوا كل التهم اللي كانت منسوبة للدعم السريع في الجزيرة. إذا جو قالوا يا جماعة يا أخي كيكل ده ولدنا ونحن داسينه وسط الناس ديل عشان يجيب لنا معلومات ولا يسلمنا الجزيرة، فحصلت انتهاكات حسب كلامهم هم في الجزيرة وهو كان مسؤول، ما بيقدروا يعترفوا يقولوا يا اخي انه ده زولنا. في نفس الوقت ما بيقدروا يحاسبوا لانه لو حاسبوا حيقفلوا الباب على اي زول عنده النيه انه يمشي يسلم. ولا كيف يا استاذ احمد؟ الليله انا اللي بتكلم ده، انا هسه اذا كنت عندي النيه انه امشي اسلم لناس الجيش مثلا، دار امشي اسلم، انا شفت كيكه ده امبارح مشي اسلم وقطعت رقبته، انا حاجي ما حاجي. فبالتالي ما حيقدروا يحاسبوا كيكه ولا حيقدروا يخلوه، وقلنا انه الموضوع ده حيكون فتنه وحصلت الفتنه. بعد ذلك جاء تكلم على عمسيب رأيه يحترم جدا، شمالي عنصر ابن كلب، لكن كلامه اللي بيقوله كلام حقيقي، أن إحنا بس ما دارين نصدقه. كيكل ده جاء بديل لمنايو لجبريل، بديل عديل بل واضح الموضوع ده، ولا دار لاثنين ثلاثة. كيكل الخط الهزة حاليا الموضوع عباس انت دعامة ولا جياشة؟ عباس ما في عباس، ما في دقاش. طيب دقاش باللغة الفرنسية يعني دقاش، يعني جد أبقى مالي يلا كده زود ديره طردك دقاش. طيب يلا الموضوع بتاع كيكل طبعا هو أصلا صنعوا اسمه درع الشمال وسموه درع السودان، وجايبينه للناس منه. تعرف ناس منه وجبرين انت قالك هم غفلين؟ ما مغفلين، لكن عندهم ثلاثة خيارات قدامهم، ثلاثة خيارات. الخيار الأول يقبلوا بالفتات، لأنه برضه الليلة الصحفية كشفت العشاء برضه نزلت بوستي هاشتاج. والخيار الثاني ينضموا للدعم السريع، والدعم السريع بيستلمهم ويحطهم في الخطوط الأمامية، ما بقول لهم امشوا لكن بيستخدموا. الخيار الثالث يرجعوا مهجوا، وذاك صعب شديد مر، ولذلك يمشي اتجاه سياسات اتغيرت والجنرالات ذاته غيروا وهم في كماشة، لأنه حتى المناصب الطلوة دي الشعب السوداني كده حسس اخوي ده لو فتح يقول لك لا التقسيم ده من المفترض يجي شرق وغرب وجنوب وشمال، ما ممكن يدوها كده السلطه ده لحركه واحده. في 500,000 حركه، في حركه بتاعت عبد العزيز هيلو ده اكبر حركه في على مستوى السودان. طيب ياخذ كم يعني؟ كله يعني يشيله كله ولا كيف يعني؟ ولا يدمج قواته ده بغى شهر ان شاء الله بعد ذاك بالتعداد السكاني ناس جبال النوبه يلقوا نصيبهم من كهربتهم ومويتهم تعليمهم صحتهم كده. هذه النصيب، مش انا جيت حركه سلمت وادوني كده. انت منو يا زول؟ ده كلام فارسك. اما وفدنا والله لا التحيه والله انتصار، وانا اشكرها جدا، اشتغلت معي في الفيسبوك وفتره طويله، وهسه طبعا زعلانه جدا، وزعلانه من ضباط الجيش وزعلانه من الدعامه. حلو؟ لكن الفهم اللي انا هسه ماشي به ده إيه ما تقدر يعني ابرهه بس فهم الليب يعني، وفي ناس كثار فهم الليب وبكى. بكى جاء قال يا حتى ذاك سابق ابراهيم الماس قال يا جماعه قال والله كسر اشتروا بقروش والقروش في النهايه بينتهي. يعني انا اجيب مصعب 500 مصعب ادقه هنا ولا كيف يعني؟
يا جماعه انا داري اقول لكم حاجه، التيك توك ده بينزل قروش، لكن القروش اللي بينزل تيك توك للمشاهير، للناس الكبار، مش لنا نحن، مشاهدات بالملايين، مش ناس 3000 ولا 6000 ولا بتاع. اما الورود والطواقي وبتاع ده كله كده في الصفحه، انت عارف بعمل كم؟ 19 يورو، 14 يورو، 20 يورو، كان كثير 30 يورو. طيب في زول بيشتغل عشان 30 يورو بجي بقعد في الكرسي هنا؟ 30 يورو بتاع حبوب ده بومرو؟ يا اخي اللحمه بقت ب 20 يورو عشان تجي تاكلها بس. طيب انت قلت لك عشان 14 ولا 10 يورو؟ ده كلام فارغ ساكت فضفاض ساكت. يعني احنا والله العظيم اقسم بالله في 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 الفرمازون هنا ميتين ابو حنا طارة. ليه؟ عشان دايرين، عشان دايرين نمشي نشتغل ونشتغل يعني حاجه شريفه وناكل لقمه سليمه تنزل لنا في بطننا ده. الغريه اللي قاعد معاها هسي انا داري يودوني لي موش. ليه؟ لانه قالوا لي تشتغل في المجازا، المجازا ده الدكان، والدكان فيه خمور اسمه غونجي، غونجي يعني ترتب الحاجات. فانا ما بشتغل في دكان فيه خمور يا زلمه، ده قناعتي انا يا زلمه، وما عندي شغله بيزول يسكر ولا ما يسكر ولا يشرب خمرة، ده مشكلته، ده حاجة بترجع له. تمام؟ أي زول في أوروبا شغال في دكان قاعد يرص الخمور، هاي تلقى الطماطم والبطاطا والبتاع والبسكويت والحاجات والمشروبات، لكن في النهاية في خمور. ده قناعتي أنا، زول أنا مسلم، أنا ما إسلامي ولا عندي علاقة بالإسلامية، لكن أنا مسلم. انتهى الموضوع. فهمشي هشتغل شغلة كده هناك، لكن كونه شوف أنا داير أقول لك حاجة، الاعلام ده في ناس بيشتغلوا بقروش، زمان مثلا اشتغلوا بقروش، ولو اصلا دول داري بي زمان كان باع. بعدين انا عندي صله مربوطه باهلي، الناس الشعب السوداني ده ما بعرفها والله. لو انت مشيت قريت الجنينه، يعني الجنينه شنو؟ ورمزيه الجنينه انا هنا من القاديل اخد عليك دق بنقدس اكثر من السودان الكبير. فما تشوف انه انا اهالي ده قاعد عاين لهم زي ده واتصل لهم فيديوهات قاعدين في تشات ارجع ابيهم في لايف هنا ولا في، لو ادوني المصنع بتاع السويسرا قروش انا قبل اليوم قلت لك ما حبي اهلي يا زول. انت بتتكلم كيف يا زول؟ هذا موضوع مفروغ منه يا جماعه، موضوع مفروغ منه، موضوع بتاع يا راجل اهلنا اهلي انا شايفهم يعني انت ما تعرفه انت طبعا، يعني اجيبكم في اجيبهم في لايف كده اتكلم معاهم اقول لهم احمد كسر هذا شنو؟ انت بتلعبوا ليك ولا شنو؟ ونحن لو كان اصلا دارين هناي عديل تاخذ قروش تطلع من الميديا. السبب اللي بخليك انك انت يعني الزول اللي بيدوه قروش بياخذ قروشه ثاني ما بيجي بيقعد في الكرسي، يقعد في الكرسي عشان شنو؟ بيشيل قروشه بيتخرج ولا ما كده؟ بيشيل قروشه دوكشه كبيره بفتح له مطعم اللي شفتوني انا عندي عربيه، اي والله الزول ده عنده عربيه، عربيه دي قيمتها كده، الزول ده عنده مطعم في باريس، الزول ده عنده مطعم في انجي ولا في نانسي ولا في انسي، الزول ده عنده دكان كبير، الزول ده وين؟ وين؟ ده كلام فارغ ساكت، انا بعلم كده عشان كده الكلام ده حرقه شديد. يا وطن ارحب بك ونمشي لسخوي وعشان نمرر لان الدنيا صباح. حبيبنا احمد كسر التحيه لك اول حاجه، والتحيه لك يا اخونا سخوي، التحيه لكم الجهاش الموجودين كلكم في اللايف. يا احمد كسر انا والله باي لايفك ده بستمع، تمام؟ في سيناريو بيتكرر كثير هنا في لايفك ده، وعلى ما اظن كده انه مما بدات الحرب السيناريو ده بيتكرر. شمال السودان وما ادراك ما شمال السودان، تمام؟ يا دعامه يا مرتزقه يا اخي، شمال السودان ده الف مره وريناكم انه الشارع بتعرفوه والطريق بتعرفوه. يا اخي تعالوا، انتوا بتقولوا الجلابه في شمال السودان، يا اخي اطلعوا طيب من دارفور دي، دارفور دي بتنتهكوا فيها من 2003. انتوا مش حاربكم دي بتقولوا مع 56، و56 دي مش بتقول من ابناء الشمال. يا اخي طيب اطلعوا من غور الجزيره دي، اطلعوا من دارفور دي، خلوا المهمشين دي تعالوا لجلابه دي، رغم انه شمال السودان دي ما فيها ولا جلاب، عباره عن بيوت بتاعت طين وخلا ونقع وما فيها شيء. لكن والله يا احمد كسر الكلام ده انا بقوله لك هنا وبلاقيك قدام، تمام؟ شمال السودان ده والله من بعدي 30 كيلو يا دعامه دخانكم نطلع، وبتقول عندكم 2 مليون امباغا شايلين عصايه بيدينهم اليمين وشايلين باغا بيدينهم الشمال، نحن والله ده ما بنعمل اللي يمشي، العصايه ده نحن بس بنزرقها لهم، تمام؟ والله منتظرينكم، احشدوا قواتكم في السودان دي كلها وجيبوا مرتزقتكم في افريقيا دي كت على لموها، تمام؟ قلتوا منتظرين الشارع يفتح، الشارع فتح، تمام؟ لموا ناسكم ديل كلهم واطلعوا من الغوره دي وتعالوا شمال السودان. يا اخي تعالوا شمال السودان ده، انتوا مش الازمه كلها بتقولوا لنا شمال السودان؟ يا اخي ما تجوا
المانع يكون شنو تجي اطلع من الغوره البسيطه دي، اطلع من الجزيره دي يا اخي. الجزيره دي الناس بسيطين يا زول، الناس ما عندهم علاقه بايش. تصعب الكلام ده. ما في واحد رسل لكم الرساله هنا عسكري موجود قاعد في القوات المسلحه، هذا رسالته مهمه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فاهلنا في الولايه الشماليه والدبه تحديدا، واهلنا في شندي بحر النيل، واهلنا في ولايه النيل الابيض والدويب. هذه المناطق الثلاثه ذكرتها يا جماعه، الحذر ثم الحذر. الناس تكون على درجة من الاستعداد النفسي والعسكري، لأنه اللي بيحصل الآن حاليا وردة معلومات استخباراتية بتقول إنه الدعم السريع بيجهز لدخول واحدة من هذه المناطق أو اثنين يمكن بالتزامن. فاللي بيحصل الآن في شرق الجزيرة من انتهاكات من هذه الميليشيا المتمردة ما هو إلا سياسة إلهاء، بيحاول يلهوا الناس، يموهوا الناس عشان يحققوا أهدافهم في محاور أخرى. فوجب الحذر، وجب التنبيه، ووجب الاستعداد. الناس يا جماعة تبقى جاهزة. ناس المقاومة الشعبية، ناس المقاومة الشعبية، ناس المقاومة الشعبية. قلت المقاومة الشعبية ثلاث مرات لأنه عليها الركب. المقاومة الشعبية ركزت، المقاومة الشعبية بقت على قدر التحدي. من تقديرات كمل يا وطن عشان نمشي لسخوي ونمشي للجنيدي ونمشي للشيخ انس. أيوة والله يا احمد كسل، انا بنقول لهم انه احنا جاهزين الرساله دي وحاولوا استعجلوا وتعالوا. دي نهر النيل بتعرفوا شارعه وين، شمال السودان بتعرفوا شارعه وين، الشرق بتعرفوا شارعه وين. احشدوا قواتكم واحشدوا عفانكم ديل كلهم وتعالوا امرقوا من الغور البسيطه دي. تمام، دي الحاجة الأولى. حاولوا يستعجلوا بس، والله احنا منتظرينكم لنا سنتين. بس احمد يا اخي انا داير في موضوع بسيط بس عليك. الله ضيفك ده خليه يتناوله معاه. يعني هو بيقول لي الشمال هل ناس الشمال ارجل مثلا من ناس الجزيره؟ يعني لانه دايرين نعرف يا اخويا الشمال ما شغلت رجال موجودة. لا ما سالتك، معلش انا بتكلم مع المضيف. يعني يا انا دي فرصه، دي مضيف من انا قاعد اتكلم، دي فرصه. لا انا شلت اذن من المضيف، معلش شلت اذن من المضيف، معلش. يا منصة بتاعت أخونا أحمد كسلة منصة عادلة وبالإذن. تمام يا أخونا أحمد كسلة، الفرقة الثالثة شندي دي عندها فرقة زيها شبيهة لها بالتكوين والعتاد على القوة على كل شيء يسمى الفرقة الأولى. يعني ما أنا ما أعرف، في النهاية أنت عندك عساكر بيحاربوا لك في الفرقة الثالثة مش في شندي، نفس العساكر موجودين في الفرقة الأولى في الجزيرة. عندك مستنفرين ومقاومة شعبية في 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 ولاية نهر النيل، ولاية الجزيرة حسب كلام البرهان كان فيها 41,000 مستنفر، وحسب كلام الانصرافي قال 45,000. فأنا دار أعرف يعني يا أخونا أحمد كسر، أنا بجد دار أعرف هل النازل هم أرجل من باقي المناطق دي؟ ما تقاطوا. طيب يلا خليه يستصحب الكلام ده معه. والله يحسبها، شوف انت كجنجوي دي احسبها زي ما داير، رجاله تحسبها عنصريه، تحسبها اي فهم في راسك احسبها. على العموم انا منتظرينك اطلع بس من ولايه الجزيره دي وتعلينا نحن في الشمال، تعلينا في نهر النيل، وان ما جيت نحن بنجيك جوا في الجزيره ده، احنا بنجيك داخلين. تمام، انت قضيتك يا اخوي ما مع الجيش، الجيش ده برنامجك معه انتهى، انتهى من اول شهر في الخرطوم، المعركه انتهت بالنسبه للجيش. انت الجيش حفرك وفرقك جوا الخرطوم دي، قبلت مشيت الغوره المساكين الغرابه دي، لكن الجزيره دي والله الناس دي حقه ما بيمشوا ونطه، وقسما بالله بنجيبوا تالد ومتلد، والكلام ده بيلاقيك بنقول لك في الله يبدا وبيلاقيك قدام بعزم الرجال ان شاء الله بتشوفه. والله تشوف في ناسك المرتزقه اللي ارتكبوا الجرائم في الجزيره دي. تمام، وانا بس بموضوع الشمال لا، انكم بتكرروا كثير وعاملين حجه، عاملين حجه بالنسبه للغوره قاعدين تنتهكوا فيها دي. يا اخي اطلعوا من الغوره دي وتعالوا الشمال، بس كلام كثير ما دارينا. يعني ارجل واحد فيكم خليه يجيب القوات المعاودي كلها تعالوا لنا الشمال. شكرا صخوي، لانه الله في الدنيا صباحنا مره طوالي كككك 5 دقائق وبعد ذاك كمان يسخن الله، ايضا ندي فرصه كافيه. صخوي جنيدي انس مرتب. شكرا اللواء احمد كسلة احمد طواقي، يديك العافيه اخوي الغالي وربنا يديك العافيه والصحه. شوف يا اخوي احمد اللواء طواقي يديك خيرت. شوف يا احمد كسل اخوي، مساء الخير ليك ولكل الناس الموجودين الشرفاء. تمام والله يا كسل، انا دار اقول لك انا اليوم بالتحديد يعني
مؤمن إيمان تام وفي أشد الانبساط والروعة من الانتصارات قوات الشعب المسلحة اللي بتقدمها على أرض الواقع. والله إن إحنا تاني ما حننفعل ولا بنتكلم في المنصات ولا بنتوعد ولا بنقول شيء. أول حاجة مبدئياً كده بشكر أي إنسان مواطن شريف لبى الدعوة بتاعتي أنا سخويدة بتاعت المليون مغترب مستنفر. شكرا لكم أولادنا في السعودية، شكرا أولادنا في دولة عمان، وشكرا لأي إنسان سمع المناشدة اللي قدمناها في منصة الجميلة دي لأولادنا، أنه أي إنسان مغترب عنده المقدرة يعمل سلاحه ويدافع عن أرضه وعرضه ينزل. دي مبادرة المليون مغترب تمام، والمبادرة دي انطلقت من المنصة المتواضعة بتاعت أخونا أحمد كسري تمام. شوف يا أخواننا السودانيين، لا إله إلا الله، نحن الدولة دي والله العظيم أقسم بآيات الله ما جبناها بالباطل، دي وراثة ورثناها من جدودنا، جدودنا البلد نحن دفعنا فيها الدماء تمام، وهذه الأرض لنا تمام. وحاليا حجم التضحيات والمعاناة اللي بيقدموها أهلنا وأخواننا وأمهاتنا وأبهاتنا اللي قاعدين يقدموا فيه تمام في أرض الواقع بنفس المستوى اللي نحن بنقدمه في الميديا. شوف أحمد كسر، أنا أقول لك كلام واضح وصريح، نحن تاني من هنا ولقدام بإذن الله، وأنا كسوخوي ده بقدم مناشدة لأخوي دراكولا تمام، بقول له يا أخوي دراكولا أعمل لي أنا منصة تبع جهاز الأمن والمخابرات الوطني في المنصة تمام. شوف وضعية المنصة بتكون كالآتي يا أخوي، نحن ناس الجنيري والفاضل منصور والشرزمة بتاعت الأرزغية اللي بيطلعوا معاك دين، نحن تاني من منصة عديل تاني بالبيانات بالإسم بالصورة بالبيانات، ما عندنا سفارة